اهلا بكم اعزائي المشاهدين من جديد. موضوع فقرتنا اللي احنا نتكلم عنه اليوم هو موضوع حاضر غايب، جديد قديم. بصراحة انا مسميته سؤال اللقافة او السؤال اللي تستفز منه البنات، ليش ما تزوجتي الى الان؟ طبعا معانا ضيفة مميزة حنناقش معاها الموضوع، حنتناول ان شاء الله بروح خفيفة وواقعية كمان في نفس الموضوع. معانا الدكتورة تغيث سمان، ناشطة اجتماعية، وخلينا نتعرف على الدكتورة. مساء الخير يا دكتورة. مساء النور، اهلا وسهلا فيكم. دكتورة، يعني انا بديت سؤال لقافة، انت وش رايك؟ كلامك صحيح، هو فضول. يعني للاسف نقدر نقول انه كثير، بس احنا ناخذها لما نرجع خطوه لورا، انه زمان كان المجتمعات كانت مترابطه اكثر، فكل واحد يعرف عن خصوصيات الثاني. الان طبعا المجتمع اختلف كثير، صارت العائله نفسها يعني ما شاء الله ممتده كثير، بس لا زال عندنا خصوصا كبار السن عندهم عده اسئله، يعني فضول في الاسئله الشخصيه خصوصا. ليش ما تزوجت؟ اذا ما هي متزوجه ليش ما تزوجتي؟ اذا تزوجت ان شاء الله مبسوطه مع زوجك، متى حتخلفي؟ اذا خلفت جابت البنت، متى حتجيبي الولد؟ اذا جابت متى حتجيبي البنت؟ فتلاقي سؤال ورا سؤال ورا سؤال. تعرفي دكتوره تغريد، هذا السؤال النبطي، بس الحين في الايام هذه ترى السؤال تطور. اقول لك اخر تطور لهذا السؤال، يقولوا لك ما شاء الله خلصتي دراستك، اشتغلتي، توظفتي، وش ينقصك انك ما تزوجتي؟ بتحسسك اللي بتسالكي هذا السؤال تجلسين تحسبين نفسك، يعني تقول هي بطريقة لبقة، بس انه كمان انه فيها اثر على البيت نفسه. تقول طب هي ليه تسالني هذا السؤال؟ يعني ترجع كانها تعمل السؤال لنفسي انا. بالضبط، في كثير منهم يعني تلاقيهم يتحسسوا من هذا السؤال. في نفس من ناحيه، يعني زي ما تفضلت، من ناحيه اجتماعيه او نفسيه تفضل تقول طب انا ايش ناقصني؟ انا مثلا فيها كل المواصفات الى اخره، لكن هذا ما اقدر اقول انه كل يعني البنات بهذه الطريقه. في كثير بنات تقول لك الحمد لله انا يعني ما انظر لها من هذه الناحيه، انا انظر لها انه انا عندي استقلاليه، انا عندي طموح، عندي اشياء ثانيه بفكر فيها، لسه ما جاء وقت انه هو النصيب. وهو كل شيء في البدايه والنهايه يرجع للنصيب، ربنا كاتبه. ممكن صحيح. كاتب لها تتزوج، ممكن مو كاتب لها تتزوج. تعرفين دكتوره تغريد، يعني حتى طبيعه المجتمع عندنا تغيرت. يعني احنا في المجتمع السعودي اول يعني التعليم، يعني كانت البنت ممكن ما تروح المدارس، ممكن الثانوي، الحين عندنا بعثات مفتوحه، عندنا البنات ما شاء الله دراسات عليا، الافاق انفتحت اكثر للمراه. طبعا انا ما ابغى اقول انه ما يعيق الزواج عندها، لا، بس انه في طموح وفي فرص كثيره سايره. اصبحت نظرتها يعني ما هو فقط للزواج. زمان كان يمكن زي ما تفضلتي انه اوكي تتزوج وهي من سن المتوسط او الثانوي، اذا يعني الثانوي هذا يعتبر انه هي كبير متاخره. الان اختلفت المناظير، انه لا، الان اصبحت انه الثانوي هذا ولا شيء. كثير منهم، بس لا زال في بعض المجتمعات لا زال من المتوسط او الثانوي تلاقيها تزوجوا. بعض المجتمعات لا، تقول لك انا لسه ليش ما اكمل، انا عندي طموح انه ابغى اكمل. يعني لسه انا مثلا صحيح انا ممكن اكون ناضجه وكذا، لكن عندي امكانيات اخرى، او اكمل دراستي، ابغى اطمح اني انا مثلا بعد ما كملت الدراسه ابغى اشتغل اكون نفسي، مو فقط الولد هو اللي يكون. ظروف الحياه كمان اختلفت، كمان ظروف الحياه اختلفت صحيح، لكن ما هو معنى هذا انه انا تزوجت او ما تزوجت انه هي نهايه العالم. ما هو هذا المشكله، هم اللي حسسوك نهايه العالم، يعني تجلس بتلومي نفسك انا ليش ما تزوجت لين الحين. يعني المجتمع بصراحه في عندنا ناس في المجتمع ما ترحم، يعني عشان كذا قلت لك في البدايه سؤال اللقافه هذا، البنات صحيح. يمكن يتضايقون كثير الحين من هذا السؤال، يعني بتحسسها بجريمه، يعني انت ناقصك شيء او في شيء يخدش انوثتك انك ما تزوجتي لين الحين. اي بس احنا لو رجعنا زي ما قلتي انت خطوه لورا، طب انا ايش مثلا اوكي في مثلا عندي ليش انا ما تزوجت؟ مو بس انه النصيب، لكن انا ابغى مثلا اوكي في اسباب اجتماعيه، ثقافيه، تعليميه، ماديه، هذه كلها روابط، انه بس اي واحد جاء دق الباب انا حوافق عليه، لا، يمكن ابغى اشوف في توافق فكري بيني وبينه، في توافق انه مثلا الناحيه الدراسيه اوكي، من ناحيه برضو الماديه تلعب دور، من كل النواحي، اذا كان هناك توافق بين الاثنين شيء طبيعي تقبل به. طيب لكن اذا ما في دكتوره تغريد، انت توافقين الراي انه البنت تنسال هذا السؤال اكثر في مجتمعنا؟ زي ما في بنت ما تزوجت الين الحين، كمان في بالمقابل شاب ما تزوج الين الحين، صحيح. فالعاهل يعني العاتق الاكبر بيطيح مسكين على البنت، السؤال هذا دايركت يتوجه للبنت. هناك اسباب ليه؟ لانه مجتمعنا كذا، مجتمعنا انه الولد لازم يكمل تعليمه، الولد لازم يشتغل ويكون نفسه، واذا اشتغل ويكون نفسه مو على طول يعني من البدايه حتلاقيه، عشان عنده نظرته او نظره برضه الاهل انه مسؤوليه، الزواج مسؤوليه، والزواج لازم يكون عندي من ناحيه ماديه، ولا
اخره، فدائما بنحطه اوكي مسكين لسه كون نفسه، لكن نجي للبنت ما وراها حاجه، كله يقع على عاتق الولد. فاجل طب انت ليش ما تزوجتي؟ اي نعم صحيح ما تزوجت، لكن هناك برضو اسباب انه انا ابغى اكمل تعليمي، ما ابغى اتزوج على طول. طيب دكتوره، هذه الاسباب شفناها بشكل عام، بس في بعض المرات تكون في اسباب مو بيد البنت نفسها، ممكن الاهل ممكن عائلتهم منغلقة تبغاه من نفس مستوى العائلة أو من نفس من أفراد العائلة، أو عندهم زي ما تقولين، أنا ما بقول عنصرية أو قبلية ممكن تجي، بس في أشياء معوقات كثيرة للزواج للبنت، وش رأيك؟ صحيح أتفق معك في هذه الناحية، أنه في بعض المجتمعات لازالت لازم تأخذ ابن العم. يعني لا زال عندنا انه ابن العم اول، اذا ما اخذ ابن العم ديك الساعه ممكن تروح برا، او من نفس القبيله، او انه لازم مثلا، هذه من ناحيه، من ناحيه ثانيه برضو انه تقول لك والله مثلا احنا على قد ناحيه اقتصاديه، احنا مثلا على قد حالنا، فمعتمدين على البنت هذه اصلا في مثلا راتبها، فلما تتزوج حينقص من عندنا شيء، فلا ما نبغاها تتزوج، خليها جالسه نحجرها. تعرفين دكتوره، حتى في المجتمع بعض المرات اذا البنت خواتها تزوجوا، لا انت اجلسي ما تاخذين شيء ممكن اقل من خواتك، ممكن من مستوى مادي يعني. صحيح. ما تاخذين احد من برات المنطقه هذه او من برات القبيله هذه يا دكتوره تكون موجوده عندنا. صحيح، لا زال ببعض الناس كذا، او انه مثلا على نفس المستوى لازم يكون زي في نفس المستوى، ما تاخذ اقل منه او كذا، لكن احنا ما ننظر لها. يعني حتى القران يقول من اتى الرسول صلى الله عليه وسلم من اتاكم دينه خلقه فزوجوه. يعني ونفس الشيء بالنسبه للولد، تنكح المراه لاربعه، مالها وجمالها واظفر ذات الدين واظفر ذات الدين تربت يدها. فنلاحظ انه في، لكن لا زال عندنا معوقات كثيره ولا زال في اشياء هي عموما العادات والتقاليد هي توقف كثير عائق يا دكتوره. دكتوره بس السؤال اللي يجي هنا، البنت كيف ممكن تعالج هذه المشكله؟ ممكن البنت متفتحه، البنت متعلمه خلاص وظروف الحياه تغيرت، يمكن الابو لا يكون متشدد كثير، كيف ممكن تواجه هذه المشكله؟ اوكي انا فهمت سؤالك من ناحيتين، من ناحيه انه مثلا هي تبي تتزوج بالضبط، هذا هو، وهو مثلا بيرافض. يعني اعتقد انه اذا وصلت الى مرحله سن معين وهي متعلمه وتجلس مثلا مع اهلها وتحاول تقنعهم انه جاني الشخص المناسب اللي انا ممكن يعني اتزوج وكذا، في حاله لا تحاول تدخل احد مثلا وسيط، عم خال من الكبار اللي هو ممكن يعني الاب يسمع له، هذه من ناحيه، لكن من ناحيه ثانيه برضو انه ما نبغى البنت تفتكر انه انا اذا ما تزوجت هذه نهايه العالم. انا دائما اقول انه الوحده تعتمد على نفسها صحيح، واعتمادها على نفسها انه ربنا اعطاها كل شيء، وكل شيء دائما تحطها انه كل شيء بيد الله. اذا ربنا كاتب لها حتتزوج، زي ما هو بعد ما تزوجت اذا ربنا كاتب لها انها حتخلف حتخلف، اذا ربنا كاتب لها حتاخذ بنات والبنين، في اشياء كثيره مترتبه، ما احط انا نفسي في الحصار هذا انه يا اتزوج يا ما اتزوج. طيب دكتوره تفتكر ايش هالخطوات اللي لازم المجتمع او الاهالي يخطونها عشان يحدون؟ ما ابغى اقول العنوسه، واحنا قبل الهوى اتفقنا احنا ما نقول كلمه عنوسه. انا ايوه اختلف معاك في الراي انه هي ليست في كلمه عنوسه. نعم نعم، هو طبعا هنا من نواحي في كثير، مثلا اول شيء الاعلام جاي ندور عليه في الاعلام، انه الاعلام احيانا مثلا بنشوف في القنوات الفضائيه وكذا البنات والهذا، وتلاقي الشاب يبغى ابغى بيضه وشقره، الشروط هنا تغيرت، ها الشروط هنا تغيرت خصوصا من ناحيه الشاب، فتلاقي الشاب يبغى شيء معين، نفس الشيء البنت الان، ما هو معنى هذا انه البنت يعني زي ما هو لي نفس اختار انا كمان لي نفس اختار بالضبط، هذا هو يعني ابغى مواصفات معينه في فارس الاحلام. فهذه من ناحيه، فالاعلام هنا اللي بيلعب دور. ايضا مثلا هنلاقي برضو الكبار العائله او الاب والام برضو لهم دور، انه اذا جاء الشخص المناسب ما يعني المفروض انه احنا اذا سالنا عليه وخلاص يتزوج، لكن يعني برضو هناك في فروق زي ما قلت، بتكون مثلا بتنظر للمستوى التعليمي، بتنظر للمستوى المادي، المستوى الثقافي، يعني تلاقي مثلا بنت مثلا بتكون متعلمه وهذا وتاخذ واحد اقل منها، بس لاسباب انه انا ابغى اطلع من المحيط العائله، بطلع من البيت اللي انا فيه، ابغى اطلع من المشاكل اللي انا فيها. دافع الزواج عندها يكون يختلف من بنت لبنت ثانيه. صحيح. يعني في بنات يفكرون يعني مثلا اذا تزوجت مثلا حسافر، حروح اجي. ايوه ابغى اطلع من الوضع اللي الاهل رابطيني فيه، وهو لا ما هو بالضروري يكون كذا، ممكن يكون بالعكس. يعني يجيكي واحد أسوأ انه ما تطلع لا تروحي لا تيجي لا هذا، وتضطر انه مسكينه زي ما يقولوا يعني من حفر لدحديره. وبعدين دكتور في التفكير كمان العكسي، ممكن في واحده عندها حريتها مثلا، مستقله، ممكن اخذت دراسات، راحت سافرت، بعثت، تحس انه الزواج عندها عائق.
فهي الطردية أنا أحسها. تبتكمل كملت البكالوريوس وهي شاطرة وكذا، طب ليه ما كمل دراسات عليا؟ كملت الدراسات العليا، طب عندي طموح أكبر من كذا، ما كمل إلا بعده. رجعت أبغى أشتغل يعني أثبت نفسي، لأنه أنا ما درست هذا كله إلا أني أثبت نفسي في مجال العمل، وخصوصا إذا كان ما شاء الله الآن بنسمع كثير مجالات عمل يعني بتكون البنات والتخصصات اللي بيدخلوها. نعم، حتى على مستوى المملكة العربية السعودية يعني بناتنا تخرجات في الخارج كمان، وكمان عندهم كمان إنجازات عالمية كمان، مو بسهلة كمان هذا. بالضبط، فتقول لك أنا أبغى برضو يعني أني أطور نفسي وأثبت لنفسي أنه أنا قد هذا، فيجي هنا الشاب يقول فأشياء كثيرة هي كلها داخلة طيب في بعضها. دكتورة تغيث، خليني أرجع لسؤال اللقافة بصراحة، ليش متزوجتي؟ هذا السؤال صراحة حسيت أنه في عقدة في السؤال. ممكن يجيني يقول لك المجتمع هو اللي يضغط عليك، يقول لك ليش ما تزوجتي على الاقل تلحقي انك تجيبي اولاد، تكوني انت صغيره يكبرون قدامك. يعني شوف يعني الضغط يجي من ناحيه ثانيه من الانجاب، ايش رايك؟ هو ممكن هذا السؤال، بس اعتقد انه بتلاقي هذا الكلام في مجتمعات قليله الان. أصبح زي ما تفضلتي أنه المجتمعات صار كثير الآن بنات والشباب متعلمين وما بينظروا لها من هذه الناحية. بالعكس، أنا يعني ما هو لازم أنه ابني يعني كلنا يعني بيختلف في اللي تتزوج على صغر وبيتربوا أولادها معاها كأنهم أخوان، لكن لما بيكبر كل واحد بيروح لحاله أو العكس. فيعد ترجع للتربية، وليس أنه إذا لازم أنا أتزوج من بدري وأكبر أنا وعيالي، لا، ترجع للتربية. ممكن أتزوج على كبر ولكن أربيهم تربية كويسة، وأولادي وبناتي حيكونوا حواليا، فهي هذه. لكن عائق دائما بيكون البنات أو الأولاد. الأولاد دائما يحطوا الشباب زي ما بنقرأ في الجرائد وعملت دراسات وكثيرة وشيء، أنه الشباب والله لا، عندنا النواحي المهور عالية، ما عندنا إمكانيات، بعد يعني أنا توي لسه بشتغل أني أفتح أنا بيت لحالي. هذه نظرة الشباب. نجي نظرة البنات، تبغى تتزوج وتكون أسرة وبيت وكذا، لكن كمان في نفس الوقت مو أي زواجة تتزوجها، يعني ممكن تتزوج اليوم وتتطلق بكرة، خصوصا برضو عندنا ارتفاع حالات نسب الطلاق. صح، بالضبط، بالجهة المقابلة يعني الواحد يعني شوية يعمل موازنة فيها. الزواج يعني واحدة ممكن تقول لك أنا ليش أتزوج الحين وفي الأخير أتطلق، يعني هذا نسمعها كثير حتى. بالضبط، فهي بتوازنها، تقول لك أنا بشوف مثلا حواليا عشان كذا ما أبغى أتزوج. دكتورة تغريد، نرجع لسؤال اللقافة ثاني مرة، هذه الفقرة كلها سؤال اللقافة. طب صادف بنت وتسألت هذا السؤال، كيف ممكن أنها تقدر تتعامل أو تتعاطب هذا بجواب دبلوماسي؟ خلاص كويس اللي قلت دبلوماسي. أي جواب دبلوماسي؟ حل من اثنين، يا يعني إنه تكون فظة وترد تنرفز أو لا، ممكن تقول لها والله ما هو شغلك. يعني ردت بجواب قاسي، ما هو شغلك او يعني شيء خاص فيني. لكن كويس اللي انت قلتي بلا باقه، فبلا باقه انت تقدر تقول والله ابسط شيء نصيب ما جاء، خلاص والنصيب بيد الله، كذا انا حطيتها في موقف والله النصيب ما جاء. انا ممكن تقول لها طب اذا عندك عريس كمان هنا تحرجها. السؤال عكسي يعني، هذا سؤال ذكي. اذا عندك عريس فحتحرجها هنا في الاجابه، انه اذا عندك انا ما عندي مانع. هنا بتدخل فيها طبعا بطريقه لبقه، هي كيف تقدر تشوف الشخص اللي قدامه، هل هو مثلا، لانه احيانا تلاقي مثلا كبار في نفس العيله مثلا تكون مثلا خاله كبيره، جده، يعني عيب الواحد يرد عليها، تكون مثلا بتسال، ما هو ما اقول انه هو لقافه او تدخل في خصوصيات، قد ما هو يعني مثلا من حبها لهذه، انه مثلا في بنات العائله تزوجوا وهذه لسه ما تزوجت، فمن هنا حرصها انه هي بتسالها يعني ليش ما تزوجتي؟ تقدر يعني ابسط شيء بلا وبلا قباقه انه هي تطلع من الموضوع، والله لسه ما جاء النصيب. خلاص. طيب دكتورة يعطيكي ألف عافية، يعني كانت فقرة يعني خفيفة ولطيفة زي ما يقول الناشطة الاجتماعية الدكتورة تغريد سمان، يعطيكي العافية. الله يسلمك، شكرا لكم. دكتورة بس أنا أستأذنك، في عندنا فقرة السوشيال ميديا عندنا هنا، فخلينا نشوف نتابع فقرة التواصل الاجتماعي، واخترنا لكم من اليوتيوب مقطع لتعثر رئيس الوزراء الدنماركي بعد حضور تجمع الوحدة في باريس، خلينا نشوفه مع بعض. I'm
أعزائي المشاهدين، بعد ما شفنا هذا الفيديو نقول إن شاء الله أنها جت سليمة. فاصل قصير لكن برنامج سيدتي مستمر في فقراته، فابقوا معنا. مجلة سيدتي هذا الأسبوع: مفاتيح النجاح للبنات، هل الريتويت يحقق الثروة والأحلام؟ لا تتسرعي في الزواج من هؤلاء الرجال. سيدتي، عالمك في مجلة. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. أنت متفوقة معها والطموحة معها. أنت السعيدة معها، الرابحة معها. أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية.